افتتح البنك اللبناني الفرنسي سياج ورشة بناء مقره الرئيس الجديد في مار مخايل خلال أشرفية 2020، وسيتحول سياج الورشة في فترة أعمال البناء إلى معرض مؤقت مخصص للعروض الفنية. أما المشروع الأول فيسز أوف مار مخايل فهو مجموعة من الوجوه المصورة التقطتها عدسات طلاب السنة الأولى في الألبا الذين تمكنوا من تجسيد جوهر أحد أقدم أحياء بيروت الذي سيصبح البنك اللبناني الفرنسي جزءا لا يتجزأ منه.